اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد السادات ونبي البركات ورسول الخيرات وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب والديون إلا أنت. اللهم بحق سورة البقرة وبحق الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اكشف ما بي من ضر، وسدد ما نزل بي من دين، وفرج ما حل بي من هم، ويسر لي الأرزاق، إنك أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أسألك يا رب العالمين أن ترزقني من عندك حلالا طيبا مباركا، وأن تعجل لي ما تأخر منه بفضلك يا أكرم الأكرمين. يا من بيدك أرزاق العباد أتوسل إليك أن تقرب لي رزقي، وأن ترزقني من حيث لا أحتسب، ولا ترد لي دعاء، ولا تترك لي حاجة إلا ويسرتها بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إني وكلتك أمري فلا تخيب رجائي، وارزقني فضل سورة البقرة، واقضي حاجتي، ويسر لي ما صعب من أموري يا ميسر كل أمر عسير. ربي إن لي في نفسي حاجة لا يعلمها سواك، اللهم اقض لي حاجتي، وفرج عني همي، وفرج عني كربي، وسخر لي من عبادك من يكون سببا في قضاء حاجتي بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين.